السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعين ومشاهدين على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من ألف للياء. ده الجزء الثاني من فيديو الإجابة رقم 15. وقفنا عند سؤال الأخ عمار. السلام عليكم، أعجب صلى الله وبركاته. أخي العزيز، المعذرة ولكن عندي 9 أسئلة، لأني أرتاح لإجاباتك أكثر من جوجل. ما فيش أي مشكلة يا أخ عمار. السؤال الأول، إذا كانت دورة التسمين عندي 3 شهور، فأيهما أفضل؟ كل اسبوعين مثلا اغير نوعيه العلف والتبن، ام الافضل احافظ على نفس نوع العلف والتبن طوال 3 شهور؟ وما الفرق بينهما؟ لا طبعا، ده سؤالك ده يتعمل في فيديو ان شاء الله. رقم 1، عشان تحافظ على معدل التحويل الثابت المستقر للغنم بتاعتك وما تحصلش اي مشاكل، اكبر غلطه واكبر مشكله تغيير نوع العلف خلال دورة التسمين. للي ما عندوش خبرة، في عدم وجود الخبرة أكبر مشكلة زيادة العلف، الزيادة المفاجئة لنفس نوع العلف، الزيادة المفاجئة أو التغيير المفاجئ في نوع العلف بتسبب مشاكل معوية كبيرة وتسبب تسممات معوية كتير، وتظهر الكوليستيريديا وتظهر الأبراض كلها والإسهالات وضعف التحويل ووقوف الكرش، كل المشاكل دي. انا عاوز يوم قدام، ما ينفعش العب واغير العلفة. اغير العلفة ليه؟ ما ينفعش تغيير العلفة. تغيير العلفة انا بقول يا يوم قدام، عاوز الغنم تطلع يوم لقدام. اليوم الواحد للغنم ما تاكلش فيه بترجعني يومين ورا، مش يوم قدام، بترجعني يومين ورا. اليوم الواحد لما تاكلش فيه الغنم بترجعني يومين ورا، يوم على ما يرجع الوزن الطبيعي واليوم التاني على ما يبدأ يزيد الوزن التاني. فالحاجة الثبات على نوع العلف طول فترة التسمين، طول دورة التسمين، سواء 2 شهر 3 4 5 6، الأفضل الثبات على نوع العلف المركز. أما نوع المادة الملقة ممكن التغيير، ده خلص مش متوفر، ممكن يجيب أي مادة. المادة الملقة ما هي إلا أنه بياخد منها كمية ألياف تساعده في الهضم العلف المركز، فما فيش أي مشكلة من تغيير العلف المالي، الأتبان المادة الملقة قصدي. أما العلف المركزة لا، حذاري التغيير المفاجئ في نوع العلفة في حالة التسمين، ما تغير. أما في حالة الأمهات، لأنك أنت كده كده ما بتعلفش علف مفتوح، بتدي كميات قليلة، فما فيش مشكلة من التغيير العلف للأمهات. أما التسمين، أنت كاتب دور التسمين، فأنا بكلمك على التسمين، ما ينفعش تغير العلف، الأفضل تمشي العلف. وطيب العلف غلي، أنا جايب علفة، العلفة عندي انا بستهلك مثلا في الدوره دي، مدخل غنم هستهلك طن علف، انا دخلت 500 كيلو، هيقعدني مثلا 1.5 شهر، وبحيث اني هكمل واجيب بعد 1.5 شهر عشان العلف ما يسوسش او ما يخربش عندي، او ما عنديش مكان اخزن كميه، او ما كانش معايا فلوس اشتري لاي سبب كان، اشتريت علف نص الدوره، فجيت اشتري نص الدوره الثانيه، لقيت العلف سعره زاد جامد، زاد كتير زي اللي حصل عندنا في مصر. يعني الدوره كانت من 1.5 شهر ب3.25 جنيه، حاليا ب5.25 جنيه، زادت قربت على الضعف، اصبح الناس هتخرب بيوتها، سعرها غالي جدا. طيب ايه؟ هنضطر ندور على بدائل. طيب يبقى كده العلفه اتغيرت، يبقى انا نعمل ايه؟ انا اصبحت في تحصيل حاصل، العلفه مش قادر اجيب نفس العلفه، هنعمل ايه؟ هناخد جزء، يعني مثلا بستهلك في اليوم 10 كيلو، يبقى اخر 10 ايام 100 كيلو، اخر 100 كيلو معايا هخلطها مع 100 كيلو من العلفه الجديده، اخر 10 العلفه اللي بستهلكها في اخر 10 ايام هخلطها مع علف مع نفس الكميه من العلفه الجديده، يبقى انا كده باكل 50% من القديم و 50% من الجديد، فالخروف يتدرج واحده واحده في خلال 20 يوم، 10 من القديم 10 من الجديد، 20 يوم قبل ما يخلص العلفه بخمس ايام او 10 ايام كمان، اروح حاطط كميه زيها من العلفه الجديده، اصبحت المتلول ب 50% قديم و 50% جديد، بعد كده اصبح 75% جديد و 25% قديم، تخلص العلفه بحط من العلفه الجديده خلاص باستمرار، يبقى انا كده درجت واحده واحده في خلال 15 يوم على الاقل، درجت العلفه، اضمن ان ما يحصلش اي تاخير، ما فيش اي رجوع، ما فيش اي مشاكل معويه ان شاء الله. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هل هناك مشكله اذا جمعت في نفس الحظيره 50 راس خروف روماني بعمر 7 شهور مع 50 راس خروف بلدي أردني بعمر 3 شهور؟ 7 شهور ممكن يجي مع 3 شهور في حالة مش بنفس الجودة، يعني في غنم بتبقى معتمدة على المراعي فقط غير 7 شهور ما بيتجاوزش 30 كيلو الخروف وزن، وفي خروف
عمر 3 شهور متأسس مظبوط تلاقي وزنه 25 كيلو فيتوافقوا مع بعض. لكن لو الاثنين في نفس الجودة، يعني الخروف بسبع شهور نفس جودة الخروف اللي هو بثلاث شهور، معنى كده السبع شهور ده أقل حاجة هيكون حوالي 45 كيلو، 40-45 كيلو، والتاني الثلاث شهور هيكون حوالي 20-25 كيلو، هيصبح فيه تفاوت كبير في الأحجام. الخرفان الكبيرة دي ممكن تنطح فيها، أكيد فيها غنم بتنطح، ممكن تكسر الخروف، ممكن تاخد حقه في العلف. خلينا من قصة قد تاخد حقه في العلف، لأنك أنت لو حاسب متوسط الوزن مظبوط وحاطط الكمية مظبوط، بعد فترة الاستقبال الغنم كلها هتاكل وتشبع كبير وصغير. طالما أنت حاسب المتوسط الوزن مظبوط وحاطط كمية العلف على أساس متوسط الوزن المظبوط، والغنم فاتت مرحلة الاستقبال، يعني خلاص تاكل علف مفتوح مفيش مشكلة، كده الكل هياكل. ولكن المشكلة الخوف من النطح، خروف الكبير ينطح الصغير يكسره، بتعمل لك مشاكل، وحصلت عندي شخصيا. والله كانت تفاوت قريب من بعضيه، بس كان في حوالي 10 كيلو 12 كيلو بس، الخروف كان عنده نقص كالسيوم، الخروف التاني نطحه قطم له رجليه، اتكسرت من الفخده، ما كانش ليه علاج غير الذبح، ذبحته. فيعني التفاوت في الاحجام المفروض ما يتجاوزش ال 10 كيلو، المفروض 10 15، يعني مثلا بدخل 20 يبقى الكبير عندك 35 كيلو، المفروض ما يزيدش عن كده. أيهما أفضل، أجر أرضية الحظيرة، نشارة خشب أم قش أم نفس تراب الأرض؟ لا، لو الأرض خرسانة عادي، أنت عاوز تحط نفس التراب، أنا مفضل نفس التراب، وتتجرف تيجي عمالة تلمها بعد. يعني الأرض لو مش معمولة خرسانة، وده اللي أنا بفضلها الصراحة، ما بفضلش الأرض الخرسانية، بس المزارع كلها الهناجر المغطاة لازم بتكون خرسانة، بيخش لودر يجرفها كلها مرة واحدة، وبعد كده بيدخل فرشة جديدة. سواء بقى طبعا فرشة التراب مشكلتها لو استخدمت عمالة بتكون فرشة تقيلة غير فرشة النشارة. فعموما يعني أنا بفضل التراب، ولكن لو في مجهود أو مش متوفر حواليك التراب، الأرض مش متوفرة حواليك التراب، يعني لو في أرض صحراوية ما بيكونش في فرق، هي التراب، وبتقعد نهاية الدورة بتيجي العمالة تكنسها 20 سنتي يطلعوها وخلاص على كده، وتدخل فرشة تراب جديد لان صحرا حواليك رملة، فرشة جديدة في المكان وخلصت. اما لو مش متوفرة لها رملة فالافضل النشارة، النشارة افضل من القش. بس انا راجع للسعر، لو النشارة متوفرة رخيصة يعني من ناحية شرب المية، من ناحية امتصاص البول، النشارة افضل من القش. طبعا القش والنشارة ميزتهم هتستخدمهم في فرشة في الارض لو بتسبخ الارض. لو انت شوف انت كاتب السؤال اللي بعده، كيف استطيع ان استفيد من روص الخرفان عندي، علما بان عندي جانب الحظيرة ارض احتاج تسميدها؟ لا تسميدها، يبقى ما تحطش تراب، ما تحطش تراب، افرش نشارة. هنشوف بس بقى السؤال، عندي علما بان عندي جانب الحظيرة ارض احتاج تسميدها، علما بان بانه اذا كان مفروش نشارة خشب مثلا سيكون مخلوط مع الفرش. تمام، نشارة الخشب دي تسميد، ما تخافش، نشارة الخشب والقش دي كلها مواد عضوية، مخلفات عضوية، مفيش منها اي مشكلة، ما تضرش الارض، بتتحلل مع الوقت. مصادر للكربون ده النشارة والقش، ده مصدر الكربون، بتتحل ومصدر عناصر كتير، يعني مش الكربون بس، بتتحلل بفعل بكتيريا البكتيريا اللي في الروس بتاع فضلات الاغنام، النشارة والقش بيتحلل. فانت طبعا عشان تستفيد ما بتاخدهاش من الارض، من الزريبة، من الحظيرة وتكبها في الارض مباشرة، لا، بتمر بمرحلة اسمها مرحلة التخمر، يعني بتجمعها تطلعها وتكومها وتعملها كوم وتفتحها من النص، زي بتوع الخرسانة، زي لما بتيجي تعمل الخرسانة الرملة والاسمنت اللي بيقلب الخرسانة، وتفتحها وتكب فيها مية، تكب فيها مية كلها تشرب مية بالكامل، وتغطيها تاني تقفلها منها فيها، تلم الناشف وترميه في النص لغايه ما كلها تشرب ماء، وتسيبها تتخمر 3 4 شهور 5 شهور 6 شهور. طبعا ده الافضل للتخمير، بس في ناس بتاخدها ما تكملش شهرين ثلاثه بتاخدها ترميها في الارض، لسه ما كملتش مرحله التخمير، بتتخمر تقريبا على ما اذكر حوالي 5 شهور 6 شهور، تتخمر بالكامل تتم لغايه ما تبرد وتنشف، بعد كده بيتم غرفها وكبها في الارض وتحرطها في الارض كده، يبقى انت حصلت تسميد 100%. فما فيش اي مشكله لو هتسمد، يبقى خد النشاره او القش افرشه في الارضيه. اذا كان لدي خروف بوزن 30 كيلو
وبطعميه كل يوم 3% من وزنه علف، اي 900 جرام علف. كم يحتاج تقريبا تبن ماده ملقه حتى الشبع ايضا مع العلف؟ لو هتحط مع العلف ما تزودش عن 1%، ده كحد اقصى. يعني لو حطيت 900 جرام، ال 1% قد ايه؟ هو ال 1% 3% هو 30 كيلو، 1% يعني 300 جرام، يعني ما تزودش عن ربع كيلو، ما تزودش عن ربع كيلو بالزياده خالص. اللي طالما بياكل 3% علف مركز طبيعي مش هياكل ماده ملقه اكتر من 1% بالزياده خالص. الغنم عندي كانت اربعينات، اوزانها اربعينات، يعني مش 3، يعني بياكل كيلو وربع علف في اليوم، وكان ما بياكلش ربع كيلو دريس، ما بياكلش كان حوالي 20 خروف كانوا في اليوم بالكامل بياكلوا 5 او 6 كيلو دريس اللي هو البرسيم المجفف يعني. فكحد اقصى لو عايز تحط نسبه، انا ما بحبش احط نسبه للماده الملقه لان الحد الشبع، لكن لو انت هتخلط الماده الملقه عندك مع العلف 1% بالكثير. لو لقيت في نفس، لو لقيت بعد ما حطيت 1% ماده ملقه في اليوم طبعا التبن متبقي كتير، كانوا العلف دور علف متبقي تبن كتير، هتخفض لنص في المية او 1 إلا ربع، يعني تخفض نسبة المادة الملقة لغاية ما تلاقيها بتخلص مع العلف. لان الغنم بتختلف كمية اللي بتاكلها من مادة ملقة للتانية. السؤال اللي بعده، كيف احصل على خروف بنهاية دورة تسمين قليل الدهن ومعظم لحمه احمر؟ طالما بتعلف تسمين سريع، اول حاجة، اول شرط عندك في حاجة اسمها الوزن المثالي، يعني بالنسبة، انا مش عارف الخلفان عندكم اوزانها متوسطة ولا خفيفة ولا تقيلة، عموما متوسط وزن الخروف اللي بيتباع من 50 لـ60 كيلو. عندنا الخروف البرقي صغير، الوزن المثالي للبيع 50 كيلو، لما بيوصل لـ60 ممكن يشيل دهنة، وفات الـ60 بيشيل دهنة لان هو كده نموه اكتمل، بس لسه العلفة شغالة معاه، بيخزن على هيئة دهون، العضلات اكتملت بس هو بيخزن العلف على هيئة دهون. فبالتالي في حاجة اسمها الوزن المثالي للبيع. لو الاوزان بتاعتك خفيفة، الخروف نوعه خفيف، يبقى الاوزان 50، 55 كيلو، ده الوزن المثالي للبيع. اما الاوزان تقيلة، ثانية واحدة لما العربية دي تعدي، اما لو الاوزان تقيلة زي مثلا عندنا في مصر في غنم اسمها الرحماني بتبقى اوزان تقيلة، الوزن المثالي للبيع حوالي 65 كيلو، 65، من 60 لـ70 كيلو، ده الوزن المثالي بتاعها للبيع. لانها بتوصل، الاغنام دي بتوصل ل100 كيلو ما شاء الله وبتفوت ال100 كيلو، بس ده الوزن المثالي للبيع بحيث انه ما يشيلش دهنه كتير. زائد طبعا في طبيعه الغنم، انواع بتشيل دهنه، يعني عندنا في مصر اقل خروف بيشيل دهنه لنفس العلفه، بمعنى هتجيب خروفين رحماني وخروف برقي بنفس العمر، الاثنين عمر 3 شهور، نفس الجوده، الاثنين مظبوطين كويسين، بنفس العلفه هتاكلهم هتلاقي، ونفس العمر هتذبحهم هتلاقي الخروف الرحماني شايل دهنة اكتر من الخروف البرقي. ده الطبيعة بتاعت الخروف، في خروف بيشيل دهنة اكتر من خروف البرقي، عندنا في مصر اقل خروف بيشيل دهنة. الحاجة التالتة العلفة، العلفة بمعنى علفتك تكون موزونة من ناحية النشويات، حاول قدر المستطاع ما تزودش النشويات كتير، تضمن ان العلفة بتاعتك وتحط 15-20% رضة او نخالة، ان شاء الله بتحافظ لك على حرق الدهون. النخاله وظيفتها فيها كميه الياف كويسه وبتساعد في حرق الدهون، النشويات فيها ضعيفه، قليله في النشويات، وفيها نسبه بروتين مقبوله 15%، فهي وسط، مكمل للبروتين، يعتبر مكمل لبروتين العلف، زائد غنيه بالكالسيوم والفوسفور ومعادن كتير. فالنخاله انا بحبها، احب بالذات في الاخير في التشطيب بحب احط نخاله، او من اول بدايه العلفه كمان يعني، لكن لو حبيت الاوزان تطلع تقيلة زود النخالة شوية، او لو الاوزان هتتقل الاوزان خفض من 3% خليها 2.5% وزود المادة الملقة، بلاش 3% في الفترة الاخيرة. لو شفت الخروف كبر زيادة عن اللزوم خفض العلف، بدل من 3 خليها 2.5% وضيف، كتر من المادة الملقة، او زود النخالة شوية في العلفة اللي هي الرضة عشان تساعد في حرق الدهون. هل يجب تفقد اكياس العلف والشعير بانها خليه من اي جسم غريب مثلا كعود خشب كبير او اي ما شابه ذلك، ام ان الخروف لوحده يستطيع ان يميز، وان حدث واكل الخروف جسم غريب ماذا يحدث وكيف نتفادى ذلك؟ الاغنام ميزتها لا بتنقي لوحديها وبتطلع،
في مسمار، في حديدة، في زلط، في طوب، في عود خشب ناشف، كله بتطلعه الغنم الحمد لله. الغنم غير الأبقار، المواشي، المواشي بتلحس في مسمار، في سلك، في حديدة، بتاكل بتبلع. وطبعا هنا مشكلة البهايم البلع دي بتبقى مشكلها كبيرة، في مغناطيس بتتبلع لها، مغناطيس البهايم الأبقار بيتبلع مغناطيس يلقط المعادن. طبعا ممكن تكون بلع حاجة معدنية ممكن حتى استلس ما بيمسكهاش المغناطيس، ممكن نحاس، ممكن ألمونيوم، مش هيمسكها المغناطيس. والأي حاجة معدنية لو خرمت الكرش خلاص البهيمة ما بتنفعش، ملهاش غير السكينة. خرمت الأمعاء ملهاش برضه غير السكينة. فكذلك الغنم الحمد لله الغنم ما بتبلعش. الغنم حط اللي تحطه، البلح لما بتحطه لها بتاكل البلحة وتسيب النوى، لأن النوايا ناشفة لازم تطحن أو تلينها، تنقع النوايا بتتنيع لغاية ما تطرى تاكلها، لكن طول ما هي جافة ما تاكلهاش، تنزلها، تاكل التمرة، تاكل البلحة منها وتنزل النوايا. لو في زلط، في حديد، في مسمار، بتلاقي كله في الطوالة قاعد مكان العلف. بتنقل الغنم الحمد لله ما بتبلعش الحاجات الناشفة، ولكن إن حصل وبلعت ممكن مع الجوع والشراهة في الأكل ممكن حتة حديد صغيرة تبلعها مع العلف. بتطلعها امتى؟ وهي بتشطر، لما تقعد تشطر بترجع مرة تانية تشطرها بتلاقيها ناشفة ما بتتندخش، لأن هو المفروض بتشطر بيكون العلف كله لين طري. أي حاجة جافة بتفها بنبقها بتنزلها لو حصل وكان في صراع على العلف. أما لو بلعت وشبكت في المعدة فللأسف ملاش علاج. بس الغنم ما بتبلعش إن شاء الله بنسبة 80% إلا لو في حاجة صغيرة ظهرت. فين الأسئلة؟ لو في حاجة صغيرة ظهرت اتبلعت يعني. الأسئلة راحت فين يا جماعة؟ ماشي. المهم كده السؤال الكام انت وصلنا؟ ماشي يا جماعة، بس شوية عندنا. ايهما افضل، ان ابدأ دورة تسمين بخروف بعمر 3 شهور ام بخروف بعمر 6 شهور من بقى دورة تسمين 3 شهور عندي؟ ماشي يا جماعة، بس مش وقت دلوقتي، مشكلة ما اقدرش نوقف النت عشان خاطر انا بكده شغال على النت اصلا الاسئلة. المهم ايهما افضل، انا ابدأ دورة التسمين بخروف بعمر 3 شهور ام بخروف بعمر 6 شهور من بنا دورة التسمين 3 شهور عندي؟ 3 شهور افضل، لان 3 شهور ده بيكون معدل تحويله ممتاز، والست شهور برضك لتسع شهور معدل تحويله حلو، مفيش اي مشكلة. فهنا راجع على الخبرة وراجع على الوزن اللي انت عاوزه في النهاية. طبعا خروف ابو ست شهور لو طلعه عمر تسع شهور ده مرعيته اقل من الخروف اللي هو عمر تلات شهور وهتطلعه ست شهور، دي نقطة. النقطة التانية راجع على الوزن اللي انت عاوز تطلعه، عاوز تطلع خروف تقيل يبقى هتدخل ابو ست شهور، عاوز اطلع خروف خفيف يبقى هتدخل ابو 3 شهور. فرجع للنهايه انت عاوز ايه. اما من ناحيه التحويل ان شاء الله الاثنين قريبين من بعض، يعني طالما ما وصلتش سنه، من 3 شهور ل 6 شهور، من 6 شهور ل 9 شهور ان شاء الله قريبين من بعض. كم مره يحتاج زياره البيطري المزرعه كل شهر مثلا؟ والله زياره البيطري انا يعني ما بتعاملش مع بيطريه غير لو في محتاج سونار، بجيب الدكتور جهاز السونار بتاعه يجس الحاجه لو في حاجه عاوز اتبعها او حاجه عاوز اشوفها عشر ولا لا، بس انما كل حاجه بستخدمها بنفسي. ولكن اذا كنت في زياره البيطري بتكون زياره اول ما الغنم تيجي، المفروض بعد ما الغنم تيجي باسبوع 10 ايام 3 4 ايام، مش اسبوع 3 4 ايام، بيجي يشرف عليها، يبص عليها الغنم فيها بيحصن لها ايفوماك، بيدي ايفوماك وبيعيدها تاني بعد 20 يوم 15 ل 20 يوم، بتعيد ابرة الديدان اللي هي الايفوماك والشربة بعدها ب 15 او 20 يوم. بعد كده يعني ممكن مرة كل شهر يجي يطلع على الغنم كده نظرة على الغنم، هتبقى ان شاء الله تمام باذن الله. مرة في الشهر كويسة بعد التجريع والاعادة بتاعتها، لان هو في البداية المشاكل كلها بتكون في اول شهر، بس
غنم جاية تعبانة من النقل، غنم جاية في غنم تعبانة بتشوفها، ممكن غنم انت اشتريتها تعبانة بس انت مش واخد بالك، بتبان عندك كل حاجة بتبان لما تجيب الغنم وتقعد عندك يوم يومين كل حاجة بتظهر. فأو أصعب حاجة بتكون في أول شهر هي اللي ممكن الدكتور هيجي زيارة مرتين ثلاثة، منها انه بيجرع لك الغنم ومنها بيشوف لك الغنم بالكامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن الله يرزق الزر الصالح اللهم امين. السؤال الاول، بالنسبة لأرضية مكان تربية الأغنام، من أفضل أن يكون أرض إسمنتية أو أن تكون الأرضية تراب عادي وأنا أربي وإني أربي أرضي حقل؟ أنا بالنسبة له هو الأفضل له الأرض صحراوية، أنا لما كنت في ليبيا أرض صحراوية رملة حولنا في كل مكان، الزريبة ما كانش فينا ما فيش خرسانة، المكان فيش خرسانة، الغنم قاعدة في المكان بتاعها المربط بتاعها كل 3 4 شهور 5 شهور بنطلع الفرشة 20 سنتي من لمها، ما فيش تعجين للفرشة، على طول أرض رملية بتشرب على طول البول، بس بتصبح ريحه جامده في المكان، بنلمها بتلم 20 سنتي بتطلعها بالبروطه بره وتدخل مكانها طبقه تاني 20 سنتي رمله نظيفه، الرمله في كل مكان، تراب في كل مكان، ارض صحراويه. فلو الارض صحراويه عندك ما فيش احسن من الارض تشرب الميه، الغنم بتفضل نظيفه 100%. اما لو ارض خرسانيه، الارض ما بتشربش الميه الخرسانيه، لازم تحط فرشه على الارض الخرسانيه، والفرشة على الأرض الخرسانية بتحتاج تغيير، ولو تأخرت في تغييرها بتعجن وتوسخ الغنم وتعمل لها مشاكل في الأرجل. لا، ولكن طالما مش متوفر عندك الصحراء يبقى غصب عنك هتعمل الخرسانة وتفرش فرشة تحتيها، تفرش فرشة، لأن ممكن تكون أرض طينية زي عندنا هنا في اسكندرية ما بتشربش المية بسهولة، بتحتفظ بالمية وبتعجن تحتيهم، فبتضطر تفرش حتى على الارض الطينيه. فالافضل هنا بتبقى في النظافه بتاعتها بتبقى صعبه، لما تيجي تنظفها بتبقى صعبه، الارض مش متساويه، ولكن لما تبقى ارض خرسانيه وتفرش فرشه عليها نشاره او قش او اي حاجه تشرب البول بتاعهم، بعد كده بتيجي تلمها بتلمها بسهوله لان الارض خرسانه متساويه. فانا زي ما قلت لك لو ارض رمليه على الارض مباشره، الارض الطينيه يبقى على ارض خرسانيه افضل. نريد من عندك تصميم لحقل نموذجي للأغنام. الأغنام والله يا جماعة سهلة 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 جدا، مش محتاجة حقل نموذجي لو في حالة التسمين، في حالة التسمين مش محتاجة أي نموذجي، ما هو إلا ملعب كبير وفيه مظلة من الشمس والمطر أو مكان إواء للمبيت لو تسقع أماكن باردة بالليل، مكان يبيته فيه الغنم وطول النهار بره في الملعب في الشمس، ده الغنم، ومكان تستظل فيه في الملعب يكون فيه مظلات من الشمس، طبعا في حصل مطر بتدخلها في المكان المبيت على طول، لا في شمس يبقى فيه مظلة عشان الغنم تقعد تحتيها من ظل، من تستظل تحتها يعني من حر الشمس في وقت الظهر في وقت الحر بس، والمعارف بتكون تحت المظلات عشان حتى لو الغنم حبت تاكل تبقى بعيدة عن الشمس يعني، ولو انها ما بتاكلش اصلا في وقت الحر، والافضل انك بتحطش اي اعلاف على التسمين في وقت الحر، بس المعالف تكون تحت بحيث لو مطرت ولا حاجة تكون المعالف محمية تحت المظلات او على محيط الملعب، اذا كان الملعب صور ممكن على محيط الملعب. ففي تصميم يعني التسمين مش محتاج اي تصميم، كل واحد على حسب المتاح عنده، ولكن الامهات قد تكون محتاجة تقسيم عشان في اللي بتبقى الولدة حديثة الولادة، وفي اللي على ميلاد، وفي اللي فاضي، بتختلف التغذية عشان التوفير مش اكتر يعني، تختلف التغذية، الفاضية غير اللي هي العشارة الرخي اللي على وش ولادة غير اللي بترضع، او اللي الرخي على وش ولادة ممكن تغذيها زي اللي بترضع، بس دي بتبقى في مكان ودي بتكون في مكان عشان دي تولد وديت لسه جاهزة الولادة، ممكن الولد تنطح اللي على وش ولادة تسقطها تعمل لها مشاكل، لا فالافضل تبقى كل حاجه لوحدها على وش ولادها لوحديها والولدت الوالده لوحديها، ده بالنسبه للامهات. ولكن هنحاول ان شاء الله لو نزلت اي مكان في مزرعه نموذجيه كده النظام عجبني هنصوره فيديو ان شاء الله من داخل المزرعه.
ثلاثة العلفة التي تتكون من القمح والشعير 40%، والنخالة 40%، والتمر 20%. ما هي نسبة البروتين فيها؟ للأسف يا أخ حيدر، ناس كتير بتسأل نسبة البروتين. احسب، ارجع للفيديو القناة، نسبة البروتين، طريقة حساب نسبة البروتين في الأعلاف، ونسبة البروتين في خامات الأعلاف، في مكونات العلف، ارجع لها واحسب، وانا لك علي أأكد لك النسبة صحيحة ولا لا. لازم انت تحسب عشان تتعلم ان في 100 بديل يعني 100 مكون، يعني الاف الانواع من الاعلاف. انت ممكن 40% قمح وشعير، ممكن تخليها 30، ممكن تخليها 35، ممكن تخليها 20، ممكن تخليها 60، يعني بغض النظر عن ايه القيم اللي بنقولها، بس يعني بتكلم عن النسب بتتغير. فانت كل نسبة هتتغير تضطر تحسب البروتين من جديد. فكده عاوز كل واحد مره يحسب لك؟ لا، انت تحسب، وانا لازم تتعلم تحسب بنفسك. انا ليك عليا اراجع لك الحساب، بس اذا كان حساب صح عشان تعرف ان انت عرفت تحسب كويس، بعد كده تشتغل بنفس الطريقه اللي اتعلمتها. ما نسبه البروتين فيها؟ وان كانت العلفه نسبه البروتين فيها قليله التسمين الاغنام والعجول، فماذا علي ان اقلل من الكميات التي ذكرناها واحط بدله فول الصويا مطحون؟ فماذا تكون النسبه للصويا، وما مقدار البروتين بعد إضافة مقدار البروتين بعد إضافة الصويا؟ أنا زي ما قلت لك، أنت احسب بنفسك. اللي هتنزله، اللي هتشيله وتحط مكان الصويا، هو النخالة. النخالة أنت حاطط 40%، طبعا نسبة كبيرة بالنسبة للعجول تاكلها، لكن بالنسبة للأغنام العلفة هتكون ناعمة بالنسبة لها. فلو عاوز ترفع، لو لك انت هتحسب البروتين، لو عاوز ترفعها هتشيل من النخالة، هتشيل من النخالة جزء وتحطه صويا. الفترة النموذجية لتسمين الأغنام، وأيضا الفترة للعجول طبعا من الناحية الاقتصادية. من الناحية الاقتصادية، تسمين الأغنام من 4 لـ5 شهور، من 3 لـ5 شهور أوزان الدخول من 20 لـ25 كيلو، عمر لا يتجاوز 4 شهور. الاقتصادي الفترة النموذجية، عمر من 3 لـ4 شهور، وزن من 20 لـ25 كيلو عند الدخول. لازم العمر مع الوزن، من 3 لـ4 شهور عمر. أنا بكلمك عن نموذجي، مش معنى كده إن أبو 5 6 شهور وزنه 20 لـ25 كيلو مش هينفع، لا. أنت بتكلم عن نموذجي، عمر من 3 لـ4 شهور، وزن من 20 لـ25 كيلو، الدخول الفترة من 3 لـ5 شهور، من 3 لـ5 شهور، كمية العلف 3% يوميا. بالنسبة للعجول، لا، العجول تختلف. العجول ممكن تبقى سنة، الفترة النموذجية سنة، النموذجية تكون بالنسبة للعجول 12 شهر سنة. الدخول بيكون من بعد الفطام، يعني عجل عمره، يعني عجل متأسس وشبعان لبن كويس وبياكل كويس، عمره مثلا 3 شهور، برضك 3 شهور 4 شهور يكون عجل كويس. الدور يعني ممكن نقوله متوسط وزنه قد ايه؟ 40، يعني متوسط وزنه حوالي 120 كيلو. متوسط وزن الدخول للعجل 120 كيلو، يكون معتمد اعتماد كلي على الاكل. ده تدخله سنة، ده بالنسبة للعجول. طبعا ممكن تقلل عن سنة على حسب طلب السوق، يعني ممكن تبقى 8 شهور 10 شهور، بس انا شايف سنة بيكون العجل ان شاء الله يعني زبط معك كويس. الوقت حضرتك جبت كام ذكر؟ ماشي، جبت كام ذكر وانتهى برق عمره 4 شهور. هم اوزانهم كويسه وبيزيدوا، لكن قصار الجسم مقارنه بالرحمن تقريبا دلوقتي عندهم 6 شهور مقارنه بالرحمن، قصيرين قوي جنب الرحمن، لكن البرق ما شاء الله متحرك ونشيط اكتر. سؤالي فقط ان البرق هيفضل قصير الحجم كده ولا هيرفع مقارنه بالرحماني او زي اي خروف بلدي؟ لا، بالنسبه ثانيه واحده، الراجل ده بس يمشي. طبعا البرق معروف حجمه قصير وصدر الرحمن كتير، ده الطبيعي، ده الطبيعي بتاعه،
بس ما شاء الله الخروف بيشيل لحم، بيترص لحم، يعني بيبقى تخين لحم، يعني بيصفي حلو. غير الخروف الرحماني بيبقى حجمه كبير وبتوصل اوزانه كبيره، بيوصل 100 كيلو 120 كيلو 130 كيلو. البرق لا، البرق اللي هو بتكلم عمر سنه، الرحماني عمر سنه ممكن يوصل 100 كيلو، اما البرق لا، عمر سنه اخره 60 كيلو 65 كيلو عمر سنه. في حالات نادره بيزيد عن كده، عندي حالات نادره، انا بتكلم على المتوسط يعني 60 كيلو 65 كيلو عمر سنه خروف البري. الرحماني ممكن يوصل ل 100 كيلو عمر سنة. فده الفرق، ده طبيعي، ده الحجم كده، بس هو طبعا بيشيل لحم، هو ومعدل تحويله للبري اقل من معدل تحويله الرحماني، فده الطبيعي يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا عندي نعجة والدة من شهر بس رجليها مش قادرة تدوس عليها ورفعها جامد، مش قادرة تخليها تلمس الارض. تقريبا انت اتصلت عليها بالتليفون يا اخ محمد، وانا قلت لك عندها نقص كالسيوم، وده ديكارو تقريبا انت رديت عليا وقلت لي النعجه بقت تمام، بس يمكن تكون تشابه حالات. انا اقول لك في حاجه اسمها، في دواء ممكن يكون النعجه عندها نقص كالسيوم. لو النعجه رجليها اللي ورا الاساس اللي عليهم الوزن من ورا الاثنين مشيتها مش مظبوطه، بتعرج على الاثنين، ده اكيد هيكون نقص كالسيوم. اما لو رجل واحده ممكن تكون مخبوطه، الضافر فيه مشكله، في مسمار في رجليها، في خراج في رجليها، في الضوافر، في قلب في الضافر بتاع الرجل، الحفر بتاعتها ما بين الضفرين، افتح الضفرين ده شوف فيه خراج، في حاجه، في ورمه، مكان التقاء الجلد بالضافر، منبت يعني منبت الضفر من الجلد يعني، شوف فيه ورم، في اي التهاب، دي كلها حاجات تسبب العرج. اما لو رجال الاثنين سليمه ما فيش في اي حاجه، بس بتعرج من رجال الاثنين، يبقى عندها نقص كالسيوم. نقص كالسيوم في حاجه اسمها ديكال 12 شرب بشري، علبه اسمها ديكال 12 شرب، هاتها وشربها العلبة في خلال 5 أيام أو أسبوع بالكتير، خلص عليها العلبة في خلال 5 أيام أو أسبوع بالكتير، إن شاء الله هتمشي على رجلها كويس. ذكرت في الفيديو السابق إنك كرهت المعيز، ما تأخرنا في الفيديو، تأخرنا في تذكير الفيديوهات، زي ما أنتوا شايفين الساعة 11 والسريحة بيكتروا قوي في المنطقة عندنا، والأصوات بتاعتهم زي ما أنتوا شايفين مزعجة كده. المهم ذكرت في الفيديو السابق انك كرهت المعيز، فهل ممكن ذكر الاسباب؟ والله المعيز يعني الحمد لله والله الحمد والله الحمد، الغنم شغال فيها ليا حوالي يعني اكتر من 7-8 يعني من بداية ما اشتريت ولسه كنت بتعلم لغاية دلوقتي، انا عم حوالي 7 سنوات، لكن سنوات الخبرة لا تتجاوز 4 سنوات، سنوات الخبرة لا تتجاوز 4 سنوات 5 سنوات. بس من اول ما بدأت اشتري الغنم يعني في مصر، يعني طبعا في ليبيا كنت عيل صغير، قلت حكيت عليها، كنا شباب صغيرين، روح بس اكل الغنم وتعالى، وودي الغنم اكل الاكل الغنم تعالى، فيعني ما تتحسبش فترة، ان كنت ابو الله يرحمه كان روح وتعالى بس، ما ليش اي علاقة، بروح وانا متضرر. ولكن هنا فترة الخبرة ديوز يعني من اول ما اشتريت وبدأت اشتري بنفسي وربي حوالي 7 سنوات، الحمد لله الحمد لله ما خسرتش خالص في الأغنام الخرفان أو النعاج، الحمد لله يعني ولله الحمد، فضل الأول والأخير لله. يوم ما نخسر نبيعها برأس مالها بتكلفها بتكلفتها، يوم ما نخسر نبيعها بتكلفتها. بس الماعز سبحان الله أنا خسرت فيها خسارات كبيرة، بس هي من عند ربنا يعني مش بايدينا، يعني مشكله حصلت في البيت. المعز طبعا انت عارف ريحه التيس رقم واحد، لان انا الغنم في البيت ما كنتش في مزرعه، كانت الغنم في البيت فوق السطح وحوالينا الجيران. طبعا التيس ليه ريحه اعوذ بالله، روائح ريحه التيس تبان على بعد كيلو، زائد البلبله بتاعه المعيز، الخروف انت عارف الخروف يحم ملوش صوت، لكن الجدي بقى ومش الجدي بس، والله ده كان الجدي مالوش صوت عندي، كان ريحه بس مالوش صوت، ما فيش ولا جدي جدته كان ليه صوت، لكن المعيز نفسها كانت بتبلبل على بعضيها بابا بابا بابا. فحصلت مشكله في البيت، رميتهم خساره حوالي 25,000 جنيه. المهم يعني هو ده سبب المعيز، زائد المعيز ما تقعدش غير فوق الطواله، اذا ما كنتش تقفل الطواله ما تخليش فيها خرم ابره عشان تدخل فيها المعزه، ما يحللهاش الاعاد غير فوق الطواله بتاعت العلف، وتشخ في الطوالة بتاعة العلف،
تخرب خرابة من الأخير خرب. كان عندي جدي ما شاء الله 105 كيلو، يعني أنا كنت أقف وارفع عيدي فوق هو كان يجيب راسه، فكنت أرفع الحاجة على رف عالي ألاقيه طالع ويطلع ويقف وينزل الحاجة يوقعها أدوية بتاع كسر في الأرض. الغنم غنيمة، مفيش أحسن من الغنم، بس مع ذلك لو في مكان واسع وفي غنم معيز سلالات عجبتني بسعر رخيص، لأن أنا بتكلم على الأسعار الخيالية اللي في مصر، بسعر رخيص هنجيبها برضك إن شاء الله مفيش أي مشكلة، وهنعمل عليها فيديوهات بإذن الله. بس ده سبب كرة للمعيز، زائد معدل التحويلات طبعا في الأغنام لا يعلى عليها، بس المعيز كده إيه بتلعب على وتر السلالة بس مش أكتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لديدان أنا أبغى بديل الإبر لأني ما أعرف أضرب الإبرة تحت الجلد، أبغى شيء سهل وفعال. في شربة اسمها ليفا فلوك، في شربة اسمها ليفا فلوك أو ترايميك، الاثنين شربة. دولة دي مفعولها نفس مفعول، بس انا مش عارف مكانك فين صح والله. على العموم دي بالنسبة في مصر اسمها كده الفلوك او تريميك، بتستخدم في نفس مفعول ابرة الايفوماكس السوبر، نفس مفعول الايفوماكس السوبر، يعني ممكن تغني عن الايفوماكس السوبر وتعيدها بعد 20 يوم، تديها وتعيدها بعد 15 او 20 يوم. ولكن لو عاوز تتعلم طريقة ضرب الإبرة تحت الجلد، أنا عامل فيديو على القناة اسمه طريقة حقن الأغنام، وشرح بالتفصيل عملي في النص، الفيديو الأول نظري والنص التاني عملي، فشوف يمكن تتعلم وتعرف تضرب الإبرة. لأن الإبرة ديدان تحت الجلد أسهل من العضل. هل الغنم تأكل السرسة؟ وهل تأكل تبن القمح؟ وهل تأكل كمرة الذرة؟ السرسة الغنم لو أنت بتسمن تسمين غنم، يعني بتأكل 3% في اليوم علف من وزن الخروف، سرسة مش هتاكلها. أما لو غنم أمهات أو غنم جعانة ما بتعلفش، يعني تسمين بطيء كده بترعى وتيجي تداخل النار، هتاكل السرسة عادي من الجوع يعني. لكن لو غنم شبعانة علف مش هتاكل السرسة. هل تاكل تبن القمح؟ برضك لو غنم شبعانة علف مش هتاكل تبن القمح. أمهات أو غنم جعانة بترش تبن القمح لوحده وما بتاكلوش بكل الأحوال، ولكن لو غنم جعانة تحط لها على تبن القمح شوية العلف، بتاكل تبن القمح مع العلف. أما لو غنم شبعانة علف ما بتاكلش برضك تبن القمح. هل تاكل كمرة الذرة اللي هي السلاج؟ بتاكله برضك كأمهات جعانة. أما كغنم تسمين نفس النظام، غنم شبعانة علف ما بتاكلش الكمرة قد كده، لكن كأمهات بترعى جعانة هتاكل في الكمرة مفيش مشكلة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النعجه الوالده اعطيها ايفوماك بعد كام يوم من الولاده، وهل يتكرر بعد 15 يوم؟ النعجه الوالده اسبوع اسبوعين شدت حيلها، النعجه كويسه صحتها تمام، ما فيش فيها اعراض تعب من الولاده، يعني طلعت من الولاده على خير، اسبوعين تديها الايفوماك وتعيده بعد 15 يوم، تعيده بعد 15 او 20 يوم، يعني قبل ما تيجي 10 تاني تكون واخده الجرعتين. ايه رايك في علف البطاطا والبطاطس والبنجان؟ بياكلوا حتى الشبع، في ضرر في كثره الاكل منهم للاغنام والعشر والجاموس العشر لان اسعارها رخيصه اليومين دول؟ مفيش مشكله بالنسبه في التسمين، مفيش مشكله ياكلوا حتى الشبع بعد بالنسبه للتسمين الاغنام، بالنسبه لتسمين الاغنام ياكلوا من حتى الشبع بعد وجبه العلف، بعد وجبه العلف. اما قبل وجبة العلف يبقى انت كده عامل لهم رجيم، لان الحاجات دي كلها مية، فيها مية كبيرة سوائل كتيرة، فهتعمل لهم رجيم المصرنة الكرش هيتملي على الفاضي. اما في حالة اغنام بطرعة ولا كده اكل براحتك، بس البطاطس يعني البتنجان عادي والبطاطا عادي والجزر عادي لو في جزر كمان، بس البطاطس كترها هيعمل اسهالات بالنسبة للغنم، كتر البطاطس هيعمل اسهالات بالنسبة للغنم، فيها مادة سامة تحت القشرة بتاعتها، يعني عشان تتخلص منها بالسلق، طبعا مش هتسلق بطاطس عشان تأكلها الغنم، بس يعني ايه ما تكترش منها يعني، بس البطاطا والبتنجان مفيش من مشكلة، بس البطاطس كترها يعمل اسهال. وبالنسبة للجاموس
ما فيش اي مشكلة ياكلوا عادي، بس طبعا الحاجات دي لا تغني عن العلف، بس ممكن تخفض معك جزء من العلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفية تفادي قصدك الخراج قبل ظهوره؟ المشكلة قبل بيع الحوالة بتظهر خريج، هل في حل المشاكل الخراج؟ جزاكم الله خيرا. والله يا أخ علي شتوي، أنت تقريبا من اسمك كده شكلك من ليبيا أو من مطروح من الاسم. أنا الصراحة مش عارف إيه السبب ظهوره، مش عارف يعني. أنا كنت بجيب غنم من مطروح أساسي، لازم في كل نقلة فيها 20 خروف أو 25 خروف أنية صغيرين، غنم رشيح، غنم اللي هي مفاطيم عمر 3-4 شهور، عربة فيها 20-25 خروف، لازم على الأقل 1 أو 2 فيهم خراريج من غنم مطروح. مش عارف ليه الصراحة، ما عنديش علم بسبب ظهور خارج، بس أنا مش عارف ليه في مطروح لازم سواء غنم لحم جايبها لحم سواء جايبها غنم مفاطيم لازم يظهر فيه الخراج على الأقل في العربية فيها 20 خروف 25 خروف، لازم يظهر 2 على الأقل فيهم خراريج، لازم غير معاهم 2 كان فيهم خراج بس خف، بس على المكان ظاهر لسه ما نبتش فيه الشعر، مكان الخراج بيتعرف يعني، عارف بيبقى مكانه بعد ما يطيب مكانه في النص نقطة سوداء وحواليه مفهوش شعر خالص، ده كده لمه خلاص هيبدأ يطلع الشعر، فيعني بيكون فيه كم. بس ايه السبب؟ مش عارف والله السبب في مطروح ليه الخراريج كتره، بس علاجه انا ما بستخدملوش اي علاج نهائي، فقط اول ما بيطيب ويبدا ينزل الافرازات بتاعته بنعصرها كويس في اي حته قماش او في اي كيسه، ونعصرها كويس لحد ما ينزل دم، ونطهر مكانه باي مطهر جنتيانا او بتادين، وبس على كده بدون اي ابر، ما فيش منه اي مشكله. بس ايه سبب ظهوره؟ والله للاسف ما عنديش علم. اسم هرموني يزود النمو عند طبعا ممكن لو عاوز تحد منه الغنم لما ينتشر فيها لما ينتشر فيها الخراريج وعاوز تخفف منه، احقن الغنم كلها اوكسي تتراسيكلين، اوكسي طويل المفعول 20%، اوكسي تتراسيكلين احقن الغنم بالكامل سنتي لكل 10 كيلو، يعني الغنم لو هي مثلا الخروف 30 كيلو تديله 3 سنتي عضل مرة واحدة، تحقن الغنم بالكامل لو الغنم ظهر فيها الخراريج، كترة الخراريج فيها احقن الغنم بالكامل اوكسي، افضل علاج للخراريج ممتاز يعني عن تجربة، وكنت بستخدمه حتى كمان مع الارانب، ما شاء الله ممتاز الاوكسي تتراسيكلين ممتاز في الخراريج، وسعره رخيص خالص سنتي لكل 10 كيلو من وزن الخروف مرة واحدة، ولو الخراريج كترت زاد عن اللزوم تعيده بعد 2 يوم بس. اسم هرموني زود النمو عند الخرفان مش شبعانه لبن، للاسف الخروف اللي ما شبعش لبن ده صعب تطلعه خلاص، المناعه بقت صفر، المناعه بقت تعبانه على حسب درجه جوعه من اللبن، نقصه من اللبن، ناقص ليامة من اللبن يبقى صوف وضعف خالص، يبقى الخروف خلاص ما منوش رجع يعني، بيطلع نموه بطيء جدا جدا جدا، ومناعته بتبقى ضعيفه خالص. اما من ناحيه الهرمونات فانا ضد الهرمونات خالص، بس يوصفها لك دكتور بيطري، اسال اقرب دكتور بيطري عليك. عندي نعجه بعد ولاده ضعفت واصبح اقبالها على العلف ضعيف، مع العلم انها ماسكها اسهال بعد اسبوع من الولاده وخفت بعد 3 ايام، هل عدم اقبالها على العلف دليل على نقص فيتامينات واملاح؟ طبعا انت قلت طالعه من ولاده وطالعه من اسهال، الولاده نفسها بتتعب، زائد بعد الولاده جالها اسهال، الاسهال ضعف شديد معناه يعني فقدت كتير من السوائل وفقدت كتير من المغذيات في الجسم، ما كانتش بتستفيد من العلف ولا الفيتامينات ولا الاملاح، وطالعه من نقص فيتامينات واملاح بسبب الولاده، فده كله اكيد لازم ياثر عليها، فاما ان النعجه كانت طالعه من الولاده بدور التهابات في الرحم زائد اسهالات يتعب النعجه جامد، فانت هتحقن بنسلين، الناجة هتحقنها بنسلين 3 ايام ورا بعض سنتي لكل 10 كيلو، وهتديها مالتي فيتامين برضك 4 أو 5 ايام في ابر اسمها مالتي فيتامين، هتحقنها 3 ايام او 4، ممكن تحقنها اسبوع مالتي فيتامين ورا بعض، لكن البنسلين 3 ايام فقط لا غير، 3 ايام كويسين، زيادة تأكيد لو في
هيساعد في لو في ميكروب في المعدة، وهيساعد لو في التهاب في الرحم من بعد الولادة، هينشف الالتهابات. فأصبح 3 أيام بنسلين، 3 أيام بنسلين والمالتي فيتامين 5-6 أيام أسبوع، ومحلول الجفاف. جيب لها علبة محلول جفاف من الصيدلية البشري، مش فاكر فيها كم باكو. المهم كل يوم 3 كياس أو 4 كياس في أول يوم، ما فيش مشكلة، عشان يعوضها من نقص الأملاح اللي حصل بسبب الإسهالات. وإن شاء الله خلال الأسبوع إن شاء الله هتظبط معاك كويسة بإذن الله. ولما تشد حيلها جرعة الديدان ما تنساش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي نعجة وديتها المراح عشرت ولسه جاية من أسبوع، بتتصرف تصرفات غريبة، بتضرب برجليها في الأرض كأنها بتحفر باستمرار. وقفت وراها ورفعت ليتها فوقفت لي، ده معناها انها ما مسكتش عشر؟ ارجو الافادة. لو النعجة كانت جبانة بتمسكها ما بتقفش، بتجري على طول، وجات وقفت ورفعت ليتها وشايف الحية منفوخ من ورا، ده معناها ان هي عاوزة تعشر وما مسكتش عشر. لو هي بطبيعتها بتخاف وبتجري في الاول، لكن دلوقتي واقفة ورفعت ليتها وحياها منفوخ باين عليه احمر، ده كده معناها انها ما مسكتش عشر وعاوزة الذكر. لو سمحت انا بحط العلف المركزة للعجول على تبن قمح، يعني بخلطهم مع بعض، فهل لو زادت كمية التبن شوية هل ده يفرق في نسبة استفادة العجل من العلفة، ولا طالما هو اكل كمية العلف خلاص؟ ارجو التوضيح. لا مفيش اي مشكلة، بس الفرق لو انت حطيت تبن بزيادة هتلاقي العجل، بس المهم الاهم ان هو يكون اكل العلف المركز كمله بالكامل، ده الاهم. اما حكاية التبن، كل ما في الامر ان انت لو حطيت تبن بالزيادة هتلاقي التبن قاعد متبقي، هتقعد العجل يلحس في العلف، بيهز ببقه في الطوالة، بيهز العلف. طبعا التبن من فوق، العلف تقيل بينزل تحت، بتلاقي بيلحس في ارضية الطوالة فقط، ويقعد يزيح التبن يمين وشمال لغاية ما خلص العلف. وطبعا بيأكل في البداية معاه تبن، بعد كده لقيت فيه تبن صافي في الطوالة، معنى كده ان التبن بزيادة على معاد الوجبة التانية، تخفض التبن شوية. لا طالما اكله كله وانت حاطط كمية العلف المركز مظبوطة مفيش اي مشكلة، كده هو ده الاهم، العلف المركز. ايه رأي حضرتك في البندازول في التجريع للديدان في الاغنام والعجول؟ البندازول ما فيش مشكلة، بس بيتاخد مع ابرة الايفوماك السوبر. انا بستخدم الليفافلوك او الترايميك، بس بعد ابرة الايفوماك السوبر بخمس ايام، وبعديها بعيد واحد منهم بقى، بعد 15 يوم او 20 يوم بعيد يا الابرة يا الترايميك او الليفافلوك. اما البندازول بيتاخد تاني يوم مباشرة من ابرة الايفوماك السوبر عادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. الشعير مستنبت لخروف علف وجزاكم الله خير، يعني بالتسمين ما يغنيش عن العلف، الشعير المستنبت لا يغني عن العلف نهائي، فقط بديل البرسيم الأخضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد كم يوم من الجرعة التنشيطية من الإيفرماكتين يدخل الطلوقة على الغنم؟ هي ممكن، بس الإبرة ممكن بتكون حرة شوية، تقيلة شوية، بتخلي الكبش ممكن يهدى ولا حاجة، وكتره سمعت والله أعلم، سمعت يعني كتره بيسبب عقم، بس بالجرعة الطبيعية ما فيش منها مشكلة، هو يعني ما بيسببلوش عقم مؤقت، يعني ما سمعتش أنه بيسبب عقم مؤقت يعني أثناء الإبرة. ولكن الأفضل أنك تبعد عن موسم التلقيح وتحينه في أي وقت غير موسم التلقيح. يعني ليه أنت جاي تحينه في وقت التلقيح، موسم التلقيح أنت معاك الكبش شغال في النعاج كلها عشر، خلاص متأكد انها كلها مسكت عشر، معاك لسه فترة حمل خمس شهور، فبتحقن الكبش براحتك ويدخل. بس انت لو مستعجل عادي سيبه، ما انت ما تعزلوش، سيبه اللي نط عليها مسكت مسكت، ما مسكتش هتصرف تاني بعد 20 يوم وينط عليها تاني، مالوش وقت معين يعني عشان خطر تشيله. ما هوش شرط انك طالما اديت الايفوماك لازم تعزل الطلوع، لا مفيش منها اي مشكلة، سيب الكبش وراه اللي نط عليها وما مسكتش هتصرف تاني 20 يوم وهتصرف، ولا 25 يوم. عندي نعجة قافلة والكبد تعبان، وديتها جرعة الديدان والايفوماك السوبر الجرعتين، والدكتور شافها وبرضه ما فيش جديد، الجسم هزيل مع العلم، جرعت مرتين الايفوماك خلال 6 شهور مع العلم الجرعة حقنتين. اول حاجة بس عاوز اعرف منين عرفت ان الكبد تعبان؟ لو انت فتحت الجفن العين ولقيت الشرايين زرقاء
شرايين العين زرقاء، دي معنى كده ان فعلا الكبد تعبان، والايفوماك ده اللي انت اديته ما اداش نتيجه. طالما عرفت السبب وكان الكلام صحيح الكبد تعبان، ما تحقنش ايفوماك سوبر، تحقن ابره مخصصه للجزء التعبان، بيكون مفعولها اشد من مفعول الايفوماك السوبر المفروض. بمعنى انا لو اتاكدت ان في ديدان رئويه في الايفوماك السوبر بيقضي على الديدان الرئويه من ضمنها، بس اتاكدت ان في ديدان رئويه، في دواء بس للاسف نسيت اسمه مخصوص للديدان الرئويه. لو اتاكدت ان في ديدان كبديه، انا حقنت ايفوماك للكل، بس في نعجه حاله خاصه لقيتها ضعيفه، فبقلب بعينيها لقيتها عندها ديدان كبديه، الشرايين زرقاء في العين، معنى كده ان عندها ديدان كبديه، الكبد تعبان، فبدي حاجه مخصصه للديدان الكبديه زي الفاشوليت، فاشولار دوفينكس، اللي هو لونه بيبقى وردي، الدواء بيكون لونه وردي داخل العبوه، لما بيطلع بيبقى لونه اصفر زي الكركم، بيعلم في الصوف بيبقى لونه زي الكركم اصفر. المهم ده تديها من اللي هو الفاشوليت فاشولار اي حاجه للديدان الكبديه مخصوص، ما جابتش نتيجه تبقى المرحله متقدمه والكبد اتدمر، ملهاش غير الذبح. انا اشتريت معزه 15 واحد وطلع عندها بروسيلا وبعتها، لا 15 واحد دي السنه اللي فاتت، احنا النهارده كام؟ النهارده 14 واحد، يعني 15 واحد من السنه اللي فاتت. اشتريت معزه 15 واحد وطلع عندها بروسيلا وبعتها لحم، ايه موقف الاغنام والماعز اللي عندي؟ لازم التحليل ليهم؟ هو المرض معدي عن طريق الذكر، يعني الذكر لو نط عليها ونط على معزه ثانيه سليمه ممكن الذكر يبقى هو الوسيط في نقل المرض، ولكن انت بتقول من 15 واحد، يعني فات عليها سنه، انا اذا كان التاريخ مظبوط يعني انا من 15 واحد يعني فات عليها سنه، السنه اللي فاتت، يعني معنى كده ان المعيز ولدت، اعراض البروسيلا ما بتظهرش على المعزه، على المعزه غير انها بتسقط في الشهر الثالث في الشهر الرابع، تمسك عشر وتحمل وكل حاجه، فالمعيز لو انت من 15 واحد والمعيز شغاله تمام، المعيز خلاص ما فيش اي مشكله، ما فيش اي حاجه، المعيز بتولد تمام، ما فيش اي مشكله ان شاء الله باذن الله. طالما انت من 15 انت بتقول من سنه والمعزه اكيد ولدت عندك مره واثنين، طالما المعزه اللي بتعشر وبتولد تمام ما عندهاش بروسيلا، عاوز تحلل حلل، بس انا بقول لك طالما عشرت وولدت طبيعي السليم ما فيش فيه اي مشكله، ما فيش حاجه ميته، يبقى باذن الله المعيز تمام ما فيش فيه اي مشكله، بس حلل للذكر بس. هو الذكر واحد يكون عندك، حلل للذكر بدل ما تحلل المعيز كلها، المعزه ولدت خلاص تبقى تمام. تليفونك 012-7383. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا تابعت 90% من الفيديوهات لقناتك المحترمة، بس ما شفت ولا مقطع يتحدث عن إنتاج دورة أمهات كاملة لمدة سنتين وكيفية العناية بها للحصول على سلاس ولدات، على عناية عزل الفحول الإضافات متى تعطى ومتى نوقفها، بالمختصر المقطع يكون مرجع لنا وشكرا. والله حاضر يا أخ محمد، إن شاء الله هنحاول، بس هي في أنا متكلم لقطات متفرقة، لكن أنت عاوزهم في فيديو واحد، عاوزهم في فيديو واحد، والله هنحاول إن شاء الله بإذن الله، نشوف بإذن الله يعني نعمل فيديو للأمهات بإذن الله مخصوص كامل. وفقك الله وسدد خطاك، الله يبارك فيك يا أخ عبد ربه. حسب خبرتكم ما هي أعلى نسبة آمنة من سلاج الذرة يمكن تقديمها للأمهات مع خلطها بأدوية متنوعة لتعديل نسبة الرطوبة والحموضة بالعلف وتقليل تكلفة التغذية بحكم رخص السلاج وقيمته الجيدة، وأي ملاحظات أخرى عن سلاج عامة والغنم خاصة؟ جزاك الله خير أخونا عبد الرحمن، الله يبارك فيك. السلاج طالما بتستخدم سلاج مضاد سموم لازم تحط مضاد سموم عليه، ولازم تحط كربوناته اللي هو بيكربونات الصوديوم. بمعدل قد ايه؟ حط بمعدل يعني على اللي يظبط معاك الحموضه 4 كيلو على الطن، 5 كيلو على الطن، حط معدل 5 كيلو على طن السلاج، 5 كيلو كربوناته لكل طن سلاج عشان يخفض معاك الحموضه. دي رقم واحد. رقم اثنين
قلنا رقم واحد انا رقم اتنين حطيت الكربوناتو، ورقم اتنين الكمية بقى بالنسبة للأمهات. طالما حطيت الكربوناتو وحطيت مضاد السموم عشان ممكن تكون فيه سموم فطرية ناتجة من العفن، ان يكون مش مكمور كويس وحصل له عفن، فبالتالي مضاد السموم تحسبا لحدوث اي سموم فطرية بسبب العفن. دول اهم حاجتين تحطهم على السلاك. من ناحية الخلط الكمية والله ما فيش اي مشكلة، انا شايف يعني كأمهات ما حط الاضافتين دول لو كانوا فيه، بس ما ياكلوش فيه مرة واحدة، ما تخلوهمش يدخلوا فيه مرة واحدة. يعني ممكن تخلط 50% من السلاج مع 50% مثلا تبن برسيم اللي هو تبن الرباية، تبن فاصوليا، عرش سوداني مفروم، تخلط ده على ده واحدة واحدة، وبعد كده ممكن ياكلوا سلاج كامل كأمهات، بس مع الحفاظ طبعا، لان هو مشكلته انه بيعمل حموضة ونسبة سموم، فانت تحطه ضد السموم عشان لو في سموم فطرية وتحط الكربوناتو يخفض نسبة الحموضة فيه، يصبح مقبول بالنسبة للأمهات، بس مش كمادة مستقلة وحيدة، يعني مش باستمرار على طول، هو معاه شوية علف تحط شوية علف، شوية تبن ماشي. أقول لك أنت ممكن تحط 50% و 50% باستمرار لو في تبن رباية، بس أنا مش عارف أنت هتعتمد على سؤالك، هتعتمد على الأمهات تعتمد عليه فقط يعني بدون أي علف، يعني مش هتضيف عليه أي علف، مش هتستخدم أي وجبة علف، استخدمهم 50% كويس إن شاء الله، بس الإضافتين أهم حاجة السموم والكربونات. السلام عليكم، أجزاءات لبركاته، الناعجة بتاعتي والدة من 3 أسابيع، ينفع أجرعها أيفوماك وبندازول ولا يدور رضيع؟ لا جرعها ما فيش أي مشكلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك. السؤال الأول، ما أدنى وأعلى وزن لمواليد الأغنياء؟ والله أدنى يعني ما وزنتش، يعني الحاجات كانت بتتولد عندي كنت بوزنها، المواليد كانت بتتولد عندي توزنها، بس ما كنتش بتتولد عندي مواليد ياما، لأن أنا شغلي أكتر حاجة في الأغنام التسمين الأنية الصغيرة، بس كان في نعاج بتيجي مثلا واحده رخي على وش ولادها بسيبها تولد، يعني كنت بوزن الاغنام عندي، يعني خروف عندي مره وزنته كان وزنه 3.5 كيلو تقريبا، 3.5 كيلو كانت جايبه واحد فقط لغير، كان ما كانش برقي كمان، والله كانت النعجه برقي، لا النعجه كانت رحماني، كان رحماني كان خروف، بس النعجه كانت عظم، النعجه كانت صاحبها مكفرها من الجوع، بس جت قعدتش عندي 2 أسابيع ولدت، فما لحقتش تشد حيلها، يعني ابنها كان حوالي 3.25 كيلو 3.5 كيلو تقريبا على ما اذكر، ولكن في الماعز اللي هو اقل، اللي هو اقل في الماعز، والمعزه موجوده على القناه، في معزه عملت لها معزه حمراء كانت والده ذكر وانت بيض خليط بور، المعزه دي كانت ذكر النتاية عمري لسه نازلة، النتاية كانت 3 كيلو والذكر كان 2.5 كيلو وجايبة توأم ومعزة، يعني شوف يعني بوريك ان حجم المولود بيتوقف توقف كبير على التغذية، المعزة دي كانت عشرت عندي ولدت، يعني قعدت عندي بتاع حوالي 6 شهور أو 7 شهور، فكنت مهتم بيها وكانت معزة تبارك الله عليها، ما كانتش معزة ضخمة، مش ضخمة بس معزة اتأسست و مظبوط في العلف ما شاء الله، ذكر وانتهى وماعز الاثنين 5.5 كيلو في بطن واحدة. يا بالك الغنم، الغنم لا المفروض متوسط وزنها المفروض يعني المفروض ما يقلش عن 2.5 كيلو المولود عشان يكون كويس، المفروض لا يقل وزن المولود الأغنام عن 2.5 كيلو حد أقصى الله أعلم بقى ممكن يوصل كام، عادي ممكن يوصل 4 كيلو، في احجام ما شاء الله بتنزل تبارك الله عليها، بس نقوله كحد ادنى، احنا نقوله كحد ادنى المفروض ما يقلش عن 2.5 كيلو في الاغنام، الماعز لا ممكن ينزل 1.5 كيلو 2.25 كيلو ممكن ينزل، ممكن ينزل 1.5 كيلو ممكن في معز بتجيب بالثلاثه ممكن ينزل 1.25 كيلو، في احجام بتنزل صغيره خالص في الماعز.
إذا تم تسمين الطليان بدون دريس حجازي فقط على التبن والعلف المركز، هل ضروري تسرح طليان التسمين؟ لا، طالما العلفة مركزة وحط عليها الإضافات بتاعتها كاملة مع تبن ما فيش أي مشكلة، عادي جدا بدون أي دريس ما فيش أي مشكلة. العلفة حطت عليها البريميكس وحطت عليها الخميرة والإضافات بتاعتها، خلاص ما فيش أي مشكلة بدون تسريح. سؤال آخر، هل يجوز التسمين بدون راعي؟ طبعا، احنا يعني هنا في مصر التسمين بدون راعي فقط ربط، يعني فقط في المزرعة. هنا في مصر ما فيش راعي في التسمين خالص، التسمين ما بيكونش غير في المزارع المغلقة. الراعي عندنا في مصر هنا بيكونش غير للأمهات فقط، أما التسمين معروف مقفول ربط مكان مغلق. يعني الناس اللي عندها قطيع أغنام بال 100 نعجة وبال 200 نعجة و 300 نعجة و 500 نعجة بيسرحوا بيها بيعرفوهاش خالص غير تسريح فقط، راعي فقط. ولكن الأغنام اللي بياخدوها بيسمنوها لا، في مزرعة مقفولة تسمين فقط لا غير، ما فيش راعي نهائي. يعني الناس نفسها بترعى، يعني مش هقول لك ياخدوا ده مع ده وبيرعوا بيه، لا ما بيطلعش خروف التسمين ما بيرعاش هنا في مصر، تسمين فقط عادي. هل إخراج الطليان من القاعة ضروري لتفادي تشنج القدم أم مجرد حركتهم داخل الساحة الخارجية للقاعة كفاءة؟ برضك لا، مفيش تسريح، لا لا، عادي جدا بدون أي تسريح، بس يكون فيه ملعب الغنم تجري فيه والغنم تكون تتهوى فيه، ده بيكون أفضل، بيدي نشاط وحيوية للخروف مش أكتر. أما المكان مغلق بس محافظ على التهوية والأرض جافة تحتيهم والمكان كويس وريحة مفيش ريحة، تمام، أنت مفيش منهم أي مشكلة، يجري في نطاق المكان مفيش أي مشكلة فقط لا غير، عادي جدا. النت زي ما قلت لكم، ده واحد ردد عليك اهو، ماشي. الموده كاتب لك من 2 كيلو 300 جرام الى 3 كيلو 600، ماشي. انا مش عارف بس جايب المعلومه منين، اهو مساعدك في الاجابه. يعني زي ما قلت لك في حدود الثلاثة ونص، المفروض ما يقلش عن 2 كيلو ونص، يعني المفروض لا يقل عن 2 كيلو ونص. جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك، من فضلك محتاجين تكوين علف 17% بروتين من، للأسف يا أخ المودة، أنت كون واحسب نسبة البروتين، رجع للقناة في 4 فيديوهات تكوين العلف وحساب نسبة البروتين، كون أنت العلفة واحسب لي نسبة البروتين وأنا ليك عليا أأكد لك أرجع لك النسبة مظبوطة ولا لأ. لازم تتعلم تعمل العلفة بنفسك وتحسب نسبة البروتين بنفسك، لأن كل علفة، مش كل علفة هتضطر تعملها هتبعت لي احسب نسبة البروتين، لازم انت تعرف تحسب لوحدك. انا ليك عليا اراجع لك في الاول بحيث انك تتعلم تعرف تحسب نسبة البروتين. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هو المقصود بطرف خفيف في الاغنام؟ هناك من يعرض خروف للبيع وضمن مواصفاته يذكر كلمة طرف خفيف. طرف خفيف معناه اللية صغيرة، الطرف يقصد بيه اللية، الطرف بتاع الخروف اللي هو يقصد بيه اللية، فلما يقول لك طرف خفيف يعني اللية بتاعته صغيرة، وده بيذكر في الأغنام الفلاحي عموما غير البرقي. البرقي الحر طبيعي طرفه البرقي الحر طبيعي طرفه خفيف، ليته صغيرة خالص. أما في الأغنام الرحماني أو البلدي أو الأسامي بتبقى الأغنام الطروف بتاعتها كبيرة. مرة دبحت خروف 105 كيلو رحماني، كانت اللية بتاعته بس فقط لا غير، الطرف بتاعه بس 12 كيلو على الميزان، بس ده كان متسمن عندي، يعني كان عند ابويا الله يرحمه، كنا مسمنينه في البيت، فالطرف بتاعه كان كبير خالص. فلما اقول لك طرف خفيف معنى كده ان اللية بتاعته صغيرة. ايه رأي حضرتك في الاضافات دي؟ لو تعرف اسعارها يا ريت. فيتامين الف دال 3 اهي، الف دال 3 اهي من، لان شركات كثيرة في السوق. فيتامين ألف دال 3 الكيلو من 15 جنيه، لا في أنواع تانية مضروبة ب10 جنيه كمان، والله في نوع ب5 جنيه، في أنواع شفتها ب5 جنيه، من 5 جنيه لحد 25 جنيه الكيلو الفيتامين ألف دال 3 إيه. الخميرة الحيواني من 6 جنيه، خميرة العلف يعني، خميرة العلف الكيلو من 6 جنيه لحد 25 جنيه، أملاح معدنية الكيلو من 6 جنيه لحد 15 جنيه، دي بالنسبة للأسعار في مصر، شركات كتير طبعا.
طبعا دي عادي الاضافات تمام، ما فيش اي مشكله. الف دال 3 بس طبعا انت لو جبت بريمكس، البريمكس عباره عن فيتامين الف دال 3 اهي مع الاملاح المعدنيه، كيس واحد عباره عن 3 كيلو، سعره من 35 ل 65 جنيه الكيس 3 كيلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي مهزه كبيره في السن ومنزله افرازات من حياها طلب العشر، وعماله تصوت كتير وتعمل حركات الجدي، وانا مش عاوز اعشرها لاني بسمنها، فهل ده هيكون في ضرر عليها ومفيش حاجه تهديها شويه؟ لا مفيش اي ضرر عليها، بس ممكن يعني تكب عليها من ورا كده ميه بارده على الحياه بتاعها، بس ما تغرقهاش في السقعه يعني. ممكن تكب على حياه كده شويه ميه باردين من ورا، بس ما مش تغرقها، وبعيد لك لما عشان ما تسقعش، المعيز بتسقع يعني في ظهريه كده في الجو يكون شمس ولا حاجه، شويه ميه باردين على حياه من ورا بس، ولكن مش هياثر عليها، بس هي تاخد يوم كده اكلتها خفيفه وتقعد تبلبل على المعيز وتنط عليها، وبعد كده يوم وبتروح وترجع لطبيعتها تاني. سؤالي عن الكبش اللي يعاني من سرعة تنفس، الفلور فينيكول كم سنتي عضل او تحت الجلد؟ للعلم الكبش يوزن 165 وزن حي. ما شاء الله تبارك الله يا اخ علي شتاوي، خروف ما شاء الله تقيل. قد يكون التنفس العالي بسبب وزنه الزايد، لو الخروف سمين زيادة عن اللزوم، سمين ممكن يكون شاسيه خشب، انت عارف طبعا تقصد كلام، عارف مقصد كلامي، سمين غير وزن تقيل. عادي خروف 100 كيلو وعض، في خرفان رحماني كبشان رحماني 100 كيلو على الميزان وعض، مش سمين خالص. انت ما شاء الله 165 عادي يكون هو حجمه كبير بس مش سمين فاضي. فلو هو مليان متروس سمين خالص، ممكن هو ده اللي مسبب له سرعة التنفس. الخروف سمين زيادة عن اللزوم زي البني آدم بالظبط. شفت الناس التخان بيطلع بس درجتين سلم بيمشي تلاقيه على طول بينها، فده سمن زيادة عن اللزوم، سمنة مفرطة. أما لو الخروف طبيعي ما فيش فيه، مش وزنه الطبيعي يعني قصاد حجمه ما هوش سمين، يبقى الخروف نفسه عالي بياخد فلورفينيكول. الفلورفينيكول عضل او تحت الجلد، بيتاخد الاثنين. لو اخده تحت الجلد سنتي لكل 10 كيلو، بس انت ما شاء الله الكبش 165 كيلو يعني هياخد له حوالي 15 سنتي جرعه، مش عارف بقى هتكون كبيره عليه، لان ما استخدمتش في الاوزان دي، انا بستخدم على طول اوزان 30 40 كيلو. ممكن تدي له 10 سنتي، 5 سنتي في ناحيه و5 ما تديهمش ال10 في ناحيه واحده، 5 سنتي في الناحيه اليمين تحت الجلد و5 سنتي في الناحية الشمال تحت الجلد، ادي له 10 سنتي وتعدها له تاني بعد يومين، وتعد له 10 سنتي تاني بعد 48 ساعة. ده بالنسبة للفلور فينيكول، وادي له تحت الجلد آمن في الجرعة الكبيرة دي عشان العضلة ما تورمش، بس خليك في تحت الجلد آمن. الفلور فينيكول بيتحين عضلة تحت الجلد، فخليك تحت الجلد وتعيدها تاني بعد يومين. لو ما جابش نتيجة خلال 4-5 أيام نفسه مرجعش، يبقى مفيش غير الدراكسن. الدراكسن سعره غالي طبعا، أنا بكتب لك وراجع وعشان برضك مش روح تقرأ هنا وراجع. ما انا لو رديت عليك دلوقت وانتظر فيديو الاجابة بالتفصيل. لو استخدمت الدراكسن ده لو الفلورفينيكول ما جابش، يبقى الدراكسن يجيب معاك بس سعره غالي، بس هو تمنه فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا مستفاد منك كتير، بس عاوز أعرف أسرع دورة تسمين الخروف تكون كام يوم؟ ممكن أعرف في جرعة واقية للجدر الكاذب وطريقة استخدامها إن وجدت؟ من ناحية التحصينات للأسف تسأل أقرب دكتور بيطري، الجدري وغيره وحمى قلعية وثمان أمراض وسم دم تسمعوي، اسأل أقرب دكتور بيطري ليك. أما النص الأول من سؤالك، أسرع دورة تسمين الخروف تكون كام يوم؟ والله على حسب الوزن اللي انت مدخله والوزن اللي انت عاوز تطلعه، بس المفروض يعني ما تقلش عن 3 شهور، المفروض ما تقلش عن
ثلاث شهور، 90 يوم 100 يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي خروف وزنه صغير حوالي 14 كيلو بياكل كتير جدا، ولكن بيسهل على طول كل يومين، مش بيحاول نهائي، لو ممكن يفادة. الخروف انا مش عارف بياكل ايه، اكله ايه. لو الخروف بياكل خضرة ياما اقطع عنه الخضرة، الخضرة اللي بسبب له اسهال. الخروف وزنه صغير وطول ما بيسهل مفيش استفادة من العلف، يعرف ان الخروف هيضعف، هيفضل في ضعف على طول وهيموت من الجفاف. ورقم النقطة الأهم، أي حاجة عندها إسهال لازم محلول الجفاف. كل يوم بيسهل لازم تديله محلول جفاف، كيسين من محلول الجفاف بتاع الأطفال تدوبهم في شطمة وتشربهم له عشان يعوضوا من نقص الأملاح اللي بيحصل بسبب الإسهال. لو بتدي أخضر هتشيل الأخضر، هتوقف الأخضر. لو ما بتديش أخضر بتدي علف، هتزود المادة هتزود شوية تبن على العلف عشان يمسك بطنه. ممكن تستخدم النشا وليمون، معلقة نشا في شوية مية وعصرة ليمون عليها وتشربها. في أدوية بشري، أنتينال. أنتينال بشري ده ممتاز في الإسهالات، ممتاز. أنتينال بشري اديله 10 سنتي أو 15 سنتي شربهم له في بقه، يومين أو 3 أيام إن شاء الله بيروح الإسهال خالص. شوف أنت إيه اللي عندك، وأنا عملت لك كل الحاجة، وأنت شوف إيه اللي عندك وظبطه ان شاء الله وهيوقف الاسهال. عندي خروف تاني كل لما ياكل تظهر عليه اعراض حموضه ويطلع رغاوه من فمه ومش عارف اعالجهم ازاي. من الواضح ان الغنم اللي انت جايبها ظهر عليها غنم ضعيفه خالص وهزيله، مش متاسسه ولا شبعانه لبن. الغنم لو بكرش، الغنم اللي عندك دي لو مكرشه كرشها كبير، ده كده الكرش عندك، الكرش عندهم تعبان، الكرش مش شغال، مش شغال بقى، هما شغالين بياكلوا. وقوف الكرش بيسبب الوفاة خلال يومين، يوم يومين بيموت. لكن المقصد الكرش مش كويس، الكرش الكبير ده في الأغنام الصغيرة دي، لو الغنم دي مكرشة الغنم دي ريح دماغك وبيعها أحسن لك، مفيش منها رجع، مش هتحول معاك. لو في مكان نقدر نتابع منه سعر الكيلو قايم للتقييم، والله بحاول في الايام الجايه نعمل فيديوهات مباشره من الاسواق، فيديوهات نسجل فيديوهات في الاسواق وتعرف الاسعار اول باول، بس ان شاء الله ربنا ييسر الحال. 1 2 3 4 والله ما شاء الله لسه في اسئله كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلت لك لو في مكان نقدر، قلت لك هنحاول ان شاء الله نعمل فيديوهات على طول من الاسواق بحيث تبقى متابع بالاسعار اول باول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله احبك في الله، احبك الله يا اخ. استنى الشاشة عندي بس فيها مشكلة. اخ محمد جمال، كان عندي سؤال، كنت جايب خروف ونعجة كانوا صغيرين وهم دلوقتي عندي بقالهم سنة. النعجة طلبت التلقيح ووقفت للخروف فترة، ودلوقتي مش بتقف له تاني، وكل لما يجي جنبها تجري منه، بس أنا ما مسكتش النعجة الخروف. وهل الخروف عنده سنة وشهرين يقدر يعشر لوحده؟ طبعا يقدر يعشر لوحده، سنة وشهرين ما فيش أي مشكلة، يقدر عادي، وبالذات لو هم برقي، وحتى لو فلاحي في خرفان بتضرب لوحديها عادي مفيش مشكلة. بس أنت قلت هي وقفت له من إمتى النعجة طلبت تلقيح؟ لو وقفت من شهر وقفت له وبعد كده فات شهر عليها ومش عاوزه تقف له تاني، بنسبه 80% مسكت 20 ان شاء الله، لان هي لو ما صرفتش بتصرف تاني مع العلفه، تصرف كل 20 25 يوم. الفضلات بتاعت الغنم معظمها غله سليمه، اعمل ايه عشان غله يتم هضمها؟ راجع فيديو، في فيديو انا عملته في القناه نزول بعض الاعلاف في فضلات الاغنام، ارجع الفيديو فيه الاجابه بالتفصيل. ينفع اوكل خرفان التسمين بطاطس بعد ما ياكل وجبه العلف بالكامل، العلف المركز؟ ممكن تديله بطاطس بس ما تكترش لانها هتعمل اسهال. السلام عليكم، لو سمحت، عندي نعجه ولدت وابنها من يوم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من يوم ما اتولد وهو بيسهل، مع العلم انه في مكان جاي يتفاجئ، جبت له انتينال شراب وبديله مرتين في اليوم 3 سم لحد ما خلص العلبه، حتى الان بيسهل. المولود عمره 10 ايام. لا 3 سم مش هتعمل اي حاجه، المولود هياخد 10 سم
لو رجعت فيديوهات عنتر عنتر عمره حوالي اسبوعين او ثلاثة بياخد كان بياخد 10 سنتي ل 12 سنتي 15 سنتي كمان في اليوم، هتديله 10 سنتي على الاقل انتينال. ال 3 سنتي دي تخلصت العلبة اخدت 10 ايام على الفاضي، 3 سنتي مش هتجيب نتيجة، اقل حاجة 10 سنتي في البق، 10 15 سنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يمكن استخدام بقايا الرز المطبوخ والتمر في مكونات العلفة؟ ما فيش اي مشكلة، رز مطبوخ عادي، بس ايه هو مش متوفر على طول، بتاكله الرز المطبوخ بتحبه النعاج 100% بتاكله ما فيش منه اي مشكلة، والتمر برضك ما فيش منه اي مشكلة، غنم بتاكله عادي، بس في البداية لو مش متعود عليه ممكن ما يرضوش شكله، بس اول ما يتعود عليه بيحبوه بياكله عادي. فعادي رز مطبوخ مع العلفة، تمر مع العلفة ما فيش اي مشكلة ان شاء الله. ايه ينفع بديل البرسيم؟ ممكن رقم حضرتك بديل البرسيم، انا اكتب لك الرقم الاول. بديل البرسيم مش لازم يكون فيه برسيم يعني اخضر، مش لازم، لو انت بتسمن مش لازم اخضر، مش لازم اخضر عادي، مفيش برسيم مفيش اي مشكله، لكن في بديل مواد مالقه كتير، في تبن فاصوليا، في تبن فول، في تبن برسيم اللي هو التبن الاحمر، في عرش زداني، في بدائل كتير للبرسيم، في بدائل كتير مش لازم كبرسيم اخضر. في الصيف بتبقى الذره اللي هي الضراوه، بديل البرسيم بياكلوا ضراوه اللي هي الذره بتبقى رفيعه بيزرعوها بغزاره يعني ما تبقاش متفرقه عشان ما تنبتش ضرب، تبقى بتتحش تاكل الغنم والبهايم. احسن انواع الاغنام والماعز تشيل لحم، بغض النظر عن احسن نوع، انت شوف لو انت عاوز تشتغل في التسمين شوف النوع اللي ماشي عندك في السوق وهو اللي هتجيبه وتشتغل عليه. الماعز بتشيل لحم، في الماعز البري عندنا بتشيل لحم، في الماعز المالطي بتشيل لحم، الشامي بتشيل لحم، الاغنام كلها بتشيل لحم، بس الاوزان الثقيله اتقل وزن عندنا في مصر الرحماني. هل ينفع دمج مشروع التسمين الاغنام مع الامهات بحيث اللي ناتج من الامهات ادخله تسمين؟ ما فيش اي مشكله، ينفع طبعا، ولكن في ظل الوقت الحالي في مصر عندنا الخروف الانيه اللي هو عمره شهرين ثلاثه زي الجنيه الذهب، والخروف اللحم رخيص، فالافضل في ظل الوقت الحالي الافضل والانجح 1000000% انك تبيع الخروف اللي هو عمره 3 شهور شهرين، ده الافضل والاكسب 200%. الخروف اليومين دول زي الجنيه ده، فانت هتشوف على السوق لقيت طلع الامهات ولدت وعندك مفاطيم عمر 3 شهور، تروح السوق لقيت الاسعار مولعه نار في المفاطيم واللحم رخيص، روح بيع بيع، مفيش احسن من كده، بيتباع زي الجنيه الذهب اليومين دول في السوق المفاطيم. لا والله المفاطيم في السوق متبهدله والسعر رخيص، لا دخلهم دور التسمين وبيعهم لحم ان شاء الله احسن. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحيات لحضرتك يا باشمهندس، كل الشكر واحترام لحضرتك، الله يبارك فيك. حضرتك لو عندي فدان في الظهير الصحراوي وزرعته برسيم مسقاوي في الشتاء، واثناء فتره الصيف زرعته اعلاف خضراء مثل اللوبيا العلف او الذره الرينا مش عارف ايه دي او حشيشه السودان، ذلك للاستغناء نهائيا عن استخدام العلف المركزه في تسمين الاغنام، وزنها 25 كيلو تقريبا، وطبعا فتره دوره التسمين هتكون اطول من التركيز على الاعلاف المركزه، ولكن طول هذه الفتره في راي حضرتك هل ستكون مجزيه؟ اول حاجه التسمين على البرسيم وعلى العلف الخضراء مش هيدي لك التسمين زي العلف، مش هيدي لك الغنم اللي هي سمينه زي المتسمنه على العلف مهما طالت فترة التسمين، هي هتطول ده أكيد، هتضرب في 2 في 3 ده أكيد الوقت، ولكن لابد من وجبة علف، لابد من وجبة علف مع الأعلاف الخضرة دي على الأقل وجبة آخر النهار، بلاش 3% على الأقل 1.5% في اليوم عشان يبقى اسمه تسمين بطيء. أما لو تعتمد على الأعلاف الخضرة فقط لا غير، لا مش هتسمن، وإذا سمن هتسمن على المدى الطويل خالص. طبعا يعني الواحد من النقط الواحد بتلفت انتباهه في الحياة البرية زي مثلا الحمار الوحشي زي الغزلان، ما شاء الله بتشوفها لحم، الله أكبر، شوف الحمار الوحشي بيعمل ازاي، حيوان نباتي ما بيكلش لحوم، على النباتات فقط، بس في خيرات في الغابات، في خيرات في المراعي، في هي طبعا بتبقى أدغال ما
الحمار وحش بيعيش في المراعي في الصحراء في الأدغال، ففي خيرات في المراعي في الأدغال والغابات، في نباتات بتظهر بتطلع أزهار يعني وبتطلع ثمار، الثمار دي هي الغنية بالبروتين، غنية بالنشويات، فبتعوض نقص الحشائش، فقر الحشائش في النشويات وفي البروتين، بتعوضها بالثمار اللي بتاكلها. في ثمار في الغابات، فتلاقي في الغابات فعلا ما شاء الله مراعي فقط بتاكل في حيوانات عاشبه فقط، بس بتطلع ما شاء الله، ولا مش تعرفش تسمينها بالعلف يعني. الحمار الوحشي لما تتفرج عليه في البرامج الحيوان تقول ما نعرفش نطلعه بالشكل ده في اللحم. الغزلان نفس النظام، بس بتاكل في ثمار بتطلع في الادغال والغابات بتاكلها. اما انك حيوانات انت عاملها في المزرعه بتاكلها برسيم بس او اعلاف خضره بس، لا لا مش هتحول معاك زي العلف خالص، ولازم تدخل على الاقل وجبه علف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قلت في فيديو من انك هتسافر في السعوديه، والله إيه لما كنت هسافر خلاص كنت بعمل البصمه وثلاث اربع ايام ومسافر، جات الفيروس كورونا المستجد ده قفلت الحدود فوقفت، فحاليا فتح التاني بس لسه والله بقى بفكر ربنا ييسر الحال. حاليا فتح التاني ولسه ورقي جاهز، بس انا لسه ما فكرتش يعني اروح ولا لا، والله الغيها خالص. هل الذره الكيزان تقصد؟ هل الذره الكيزان اللي هو بالغلاف والكوالح هو نفس البروتين اللي في الذره الصفراء اللي بنشتريها؟ لا طبعا، الذره الصفراء 9%، اما الذره بالكوالح والكيزان كده كامله على بعضيها فيها نسبه الكلحه واخده كميه الياف، دي تعتبر، والغلاف برضك الياف، يعتبر بروتين اذا كان في 1 ولا 2% مش حاجه يعني، فطبعا بتاخد كميه. فما ينفعش الذره الفرط اللي هي مفرطها زي الذره بالكوالح والكيزان. الذره بالكوالح والكيزان ممكن ما تتجاوزش نسبه بروتين فيها 5% بالكوالح والغلاف، يعني ممكن ما تتجاوزش نسبه البروتين فيها، لو هتفرمها كلها ممكن ما تتجاوزش 5%. في النهايه طبعا ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.